طبعا بالدفاع المدني صار راح يصير لي حوالي سنتين، بنواجه اسعاف وانقاذ وحرايق، اكيد خبرتي بعدها مش مثل يلي صار له 10 او 20 سنه. بتكوني عم تنقذي الغابات، بتشيلي الخطر عن بعض البيوت، اذا كنت بحاله حوادث سير بتكوني عم تنقذي مرضى، اذا في نقل مرضى كمان بتكوني عم تحاولي تلحقيهم على المستشفيات، يعني شعور كثير عالي بالانسانيه، يعني شيء انساني. هي مش اكثر من هوايه ما بتتعدى غرفتي، يعني اول مره يعني بتطلع على العلم.